رئيس وداديه ديال المساحه الخضراء انس بن جلون، كان نوبل على هاد الناس هادو ديال هاد السكان هادو اللي هنا. وبسموم كنهضر لان هاد الساحه هادي ملي سكننا في 1999 ولا 98 وهادي مساحه خضراء. وجا واحد السيد من داك التاريخ بغى يدير هنا حمام، وعارضنا له درنا له ثلاثه ديال الوداديات اللي هنا منهم ديالي، درنا له العارضه الاولى نزلناها في العماله ونزلناها عند القياده ونزلناها في خمسه ديال الجهات. ومشى بحاله داك السيد الاولاني ما قدرش يبني هنا، على درنا له العارضه، وجا السيد الثاني ودرنا له العارضه، ودابا هذا السيد هذا جا هذا العام هذا التالي من شهر 7 2017 هو كيجي لهنا وكيخلي لنا بلا خدمه لا والو، كيقول لنا انا باش نجيب التراكس وماش نحفر صحه عليكم هنا واللي بغيتيو ديروه، وكنبقاو نتسناو وهو ما كيجيش. كل نهار كنبقاو هنا بلا خدمه بلا والو. انت كما كتشوف السكان هنا كلهم مجموعين، راه كانوا هنا كاملين وديما دايرين لنا هذه المشاكل هادو هنا. واش عنده شي واحد اللي واقف معاه؟ حنا راه السكان هنا الا بغى يدوز هنا راه ماشي نديروا هنا القياطن ونجلسوا هنا، راه حتى واحد ما ماشي يبني هنا حتى شي حاجه. هذه مساحه خضراء سكننا لقينا مساحه خضراء وتبقى مساحه خضراء، وما كنطلبوش بشي حاجه اخرى، هذه مساحه خضراء ما تبقى مساحه خضراء، ما يبني حتى شي ولا عنده شي رخصه. راه حنا دايرين العريضه قبل الرخصه، راه ثلاثه العريضات دايرين وراهم عند المسؤولين، هو عارفهم باللي كاينين. هو دابا مره كيبغي يجي يصنبط ديالنا هنا ويجي باش يخلعنا. انا راني عطانا، راه قالوا لي سير تبني، انا ويلا كان هذا يجي يبنينا ويشوف الناس هنا واش ما يقفلوش هنا بالولاد ديالهم والعيالات ديالهم. وشكرا. الله يخليك. انا بالنسبه لي انا ساكن من هنايا من 1999. فاش خدينا هنايا دارنا كانت على اساس انها مساحه خضراء، ما كاين فيها لا حمام لا شي حاجه. هذه من شهر 7 وحنايا غاديين جايين على اساس غيبنيو غايجيو. كل نهار كيهدونا اننا غايجيو يبنيو، وكيتحداو القانون وكيتحداو القرارات ديال المجلس البلدي. نحن نطالب بتدخل العمده. إذا كانت نزع الملكيه من اجل المنفعه العامه يتفضلوا ينزعوا الملكيه من اجل مصلحه هاد السكان كلهم، متنفس واحد في حي الراحه هو هاد الطبيعه اللي كنشوفوا. إلا بغاو يدمروا هاد الطبيعه هادي، متنفس واحد نفسيا انا كانسان ملي كنصبح في الصباح كنطلب السرجم كنلقى هاد الطبيعه هادي كنمشي مرتاح وكنقيل مرتاح. اما الاسمنت المسلح عارفينه، كفى عبثا بهذا الوطن، وكفى عبثا بالمواطن، وكفى عبثا بالانسان. وشكرا. ملي كنا تنسكنو شحال هادي في اسبانيا كانت كلها جرادي، وملي رجعنا للمغرب شفنا هاد الحي هذا فيه الجرده مزيونه وداك الشيء، ولكن هما بغاو يزولوا لنا الجرده ويرجعوها حمام وفران، غتولي البلاصه كلها مخنوقه. هاد الشيء علاش الا ما زولوا لنا هاد الشيء عادي يرجعوا اسبانيا. وشكرا. انا واحد العضو من السكان ديال حي الراحه. طبيعة الحال هاد الناس هادو راه ما متفقينش على هاد البنية اللي غادي تبنى، لأنه ما كانش في القانون قبل. أنا أعطيكم غير أمثلة، وهي على أنه النهار فاش جيت أنا نسكن هنايا تقريبا هادي ما بين 16 17 18 العام تقريبا وأنا ساكن هنا، وما شريت الدار حتى سولت الناس أشنو كاين في هاد الساحة هادي. مشينا العام مع السيد، بون نعطيكم حتى الاسم ديال من علم من شريت ما يمكنليش نعطيه، ولكن مشينا و سولنا في البلديه. انا مشيت سولت واش داك الناس مازالين اللي سولنا ولا جاوا شي ناس اخرين، قالوا لنا على انه هذيك الساحه خضراء، مساحه خضراء ما فيها لا بني لا والو. فاذا به هذه دابا تقريبا هذه شهرين ولا 3 شهور والناس ماشيه جايه ماشيه جايه على هذه الساحه هذه باش يبنيو بصفه اي قانون. حنا متفقين على هذا الشيء هذا، ولكن هاد الناس هادو جايين باغيين يبنيو حمام وسط السكان وبغاو يرغموا على السكان باش يبنيو. حنا ما متفقينش. حنا مشينا للبلديه انا وواحد جوج الناس وسولنا على انه راه الساحه راه مساحه خضراء، وكنعاودها ونقولها ونعاودها مساحه خضراء حقيقه. بالنسبة للمساحة راه ما غاديش نقول لكم راه مساحة خضراء، راه كتشوفوها قباتكم كلها اللي كتشوفوها خضراء مدورة بهذا السياج هذا. فمن غير هذا الشيء هذا راه ما حنا ما قابلينش، والسكان كلهم ما قابلينش، والساكنة كلها لا اللي على اليمين لا اللي على الشمال. الله يجازيكم بخير، حاولوا تحلوا هذه المشاكل هذه
بالتي هي احسن، ورحنا رافضين رفضا قاطعا. وحنا كنطالبوا السلطات المحليه بما فيهم العمده باش يشوف هذا المشكل هذا، يحل المشكل هذا الساكن هذه، والا راه هاد الناس هادو راهم غادي يديروا شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. السلام عليكم. حنا اصحاب الحي ديال حي الراحه، وراه قبلتنا هاد الجرده هادي سنين، منين سكننا انا من 2003، وهذا الشيء هذا اللي كديروا حنا ما باغيينوش، ما باغيين لا حمام ولا غيره ولا والو، بغينا داك الجرده تبقى لنا قبلتنا، ما بغينا البليع. حنا عندنا قطعه صغيره، قطعه ماشي ديال الحي، ماشي ديال البني تماما، والتنفس ديال الحومه باش كتنفس الحومه. هذا الشيء هذا ماشي معقول.